للأسف الشديد اللي عمالنا بنشوفها هي لمجموع ما يتم فحصهم. لذلك الخوف من الأرقام ومضاعفتها إن لم تكن 10 أضعاف ما هي عليه الآن، ويجعل قليلا أو بسيصا من الأمل في انتهاء هذه الأزمة في وقت غير معلوم لغاية الآن. طيب، كيف ترى العالم في ظل هذا الانتشار للوباء وشله لقطاعات اقتصادية حول العالم بشكل غير مسبوق ربما؟ وهنا المأساة، المأساة بأن هذا الوباء تحديدا هنالك علاقة وارتباط وثيق بين الوباء وبين الوضع الاقتصادي. أي إجراءات لمكافحة هذه الوباء لها آثار اقتصادية وخيمة جدا. ببساطة الإجراء الوحيد الذي يعرفه العالم الآن هو العزل والحجر والحد من النشاط الاقتصادي والحد من الحركة، وطبعا له آثار اقتصادية وخيمة. فأنت الآن بين خيارين، لا يوجد لغاية الآن من استطاع أن يصل إلى توليفة خلينا نقول مناسبة وملائمة بين إجراءات الوباء والآثار الاقتصادية له. عليك أن تدفع الثمن إما هنا أو هناك، وهذه هي المعضلة. وبالتالي إلى أي مدى يعني هذا الفشل وانتشار الفقر غير المسبوق حول العالم بشكل مهول، إلى أي مدى قد يحفز الفيروس أيضا وانتشاره؟ أصبت انتشار الفقر نتيجة للآثار الاقتصادية الصعبة والكبيرة جدا نتيجة إجراءات الحد وإجراءات الحجر، يؤدي إلى تقليل وضعف مناعة المجتمع. أيضا لا تنسى أن الأمن الغذائي والجوع راح يزداد، وبالتالي حتى مناعة الفرد تقل، والمناعة مطلوبة في حالة مقاومة مثل هكذا وباء. أيضا لديك أيضا قلة مناعة الدول نفسها وميزانياتها على توفير المستلزمات اللازمة من أجهزة التنفس، من أسرة إضافية، من مستلزمات أخرى. إذن هي زي ما تفضلت أنت قضية مركبة راح يكون لها أثر وخيم خاصة على اقتصاديات الدول اللي هي بالأساس ضعيفة وتعاني من قبل. فاضل الزعبي ضيفي من عمان، إلى أي مدى برأيك العالم استفاد من دروس الموجة الأولى وبدأ اليوم بالتكيف مع هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية حول العالم؟ دكتور فقط أبين بأن العالم لم يستطع التكيف لغاية الآن مع ما أفرزته الآثار الكبيرة لهذا الوباء. أنا ببساطة إذا نظرت الدول التي تعاني من الموجة الثانية تجد أن استجابتها في الموجة الأولى الطبيعية والتلقائية كانت أفضل بكثير من استجابتها في المرحلة الثانية، بل حتى في بعضها فشلت في احتواء هذا الانتشار أو تقليل انتشاره أو تسطيح المنحنى كما يقال. لذلك الطبيعة المتغيرة للفيروس، الأثار الاقتصادية الهائلة، في البداية كان العالم مستعد يدفع أثار اقتصادية لشهرين لثلاثة لأربعة، لكن مع الموجة الثانية والثالثة لا سمح الله العالم لا يوجد لديه القدرة على دفع الفاتورة الباهظة لإجراءات الحد من انتشار هذا الوباء. طيب، لذلك يعني الاستفادة ليست ملموسة، ولا أستطيع أن أقول أنها استفادة بالأساس. طيب أخيرا، كيف يمكن تخفيف الوطأة على الفقراء في ظل هذا التمدد للفيروس؟ هنا 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 السؤال المحوري. أكثر من يتم
انتشار المرض فيهم ومعاناتهم تصل إلى الجميع، هم الفقراء والجوع. لذلك لابد أن يتم بتفعيل شبكات الأمان والحماية الاجتماعية ودعم هذه الفئات بشكل مباشر في هذه الأزمة، حتى تقلل من انتشار المرض فيما بينهم، حتى تقلل نسبة الخسائر والموتى نتيجة الجوع. هذا المرض يؤثر في عظم المستضعفين الذين هم نعم، الأكثر عرضة لهذا الوضع المأساوي. شكرا لك دكتور فاضل الزعبي، الخبير خبير الأمن الغذائي والطوارئ، كنت معي عبر سكايب من عمان.